وعلى النقيض منه كان قصة مروة، القصة المأساوية الحقيقة اللي هي تعبت قلوبنا. هنشوف الفيديو تاني بناء على طلب أستاذ صادق والد مروة، واللي كان معايا من شوية وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق. الشنطة مش شنطة، فيها مش شنطة. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون.